عندنا هنا الأمراض. أمراض شنو؟ بروكن مكسور. شنو الكسر اللي يصير؟ الكسر يصير بالآم، الذراع، والليك، الساق. وعندنا هدك صداع، هذا مرض، وإيريك التهاب الأذن أو ألم بالأذن، كولد رشح أو نشلة، رش طفح جلدي، ستمك ألم بالمعدة، أيك هو اسمه ألم، توثيك ألم أسنان. شوف كلها أيك أيك، هدك ألم بالرأس يعني صداع، إيريك ألم بالأذن، ستمك ألم بالمعدة، ستمك أيك يعني ألم بالمعدة، ستمك هي أصلاً بيد الداء. أوكي، كف سعال تمبريتشر درجة حرارة. طيب أنا من أريد أقول أني عندي مرض، عندي مرض، شو أقول؟ راح أقول I have، نقول I have عندي، I have عندي. يجي يسألني واحد يقول لي what is the matter، ما هي المشكلة، شبيك؟ أقول له I have عندي، واذكر اسم المرض. خش تعالوا خلنا نأخذ بعض الأمثلة عليه. ساد شنو القصة؟ شو ما افتهمت، خلينا فهمك شو. ولا تنسون انه الهي والشي والإت تاخذ هاز، والآي وي ذي تاخذ هاف. بس شلون شلون؟ تعال فهمك شو. خيل نفسك بالامتحان، قال لك اي فراغ هدك، يقول اي هاف هدك لو اي ام هدك. هنا انا ما دام عندي مرض نستعمل الهاف، تمام. مثال اخر، اي هاف فراغ، اي هاف علي لو I have toothache. اي I have علي، احنا ما قلنا I have ما يصير نخلي عليها، لازم نخلي مرض I have toothache. طيب she have لو has Eric، لان she تاخذ has. I have لو has rush، I have. وصلت الفكرة؟ فلازم انتم تحفظوها. سؤال آخر، she has cold يا الله لو ليلى، ها cold هي لديها رشح،